السلام عليكم، أنا اسمي مبارك إسماعيل، متطوع في الجزيرة من الفلبين من جامعة قطر، وتخصصي يعني في الإعلام. والتطوع في جامعة قطر يعني اكتسبني خبرات فنية كثيرة، يعني تعلمت فيها وايد. الخبرات اللي اكتسبتها يعني مهمة، خاصة التقيت بمنظمي المهرجان، وكانوا إلهام بالنسبة لي في الحياة العملية يعني. وإن شاء الله يعني إن شاء الله أتوقع أتطوع في مهرجان الجزيرة القادم، وأتمنى